بلاقوا الكتاب انه كتاب رائع جدا. بتخبر كمان انه من بعد 21 سنه من الغربه الشاب نديم بيرجع للبنان وبيرجع بيشوف صديقه تشارلي اللي تركه وبيجرب يرجع يتفاهم مع امه، مع انه هو عنده ما عنده حقد، بس قد ما يكون امه تركته ما راح يقدر ينسى. وبيتعرف على السيد نديم اللي هو والدك. انت بتحس هذا الرجوع لنديم الى لبنان هو مثل رجوع الى الذات، لانه بتحس انه كبر نديم، صار اكبر ب 21 سنه، صار عنده نضوج مثل نوع من السماح الى الاخر. هيدا بتحس انه هي هي كانت رسالته لنديم، يعني عم بيرجع الى نفسه وقت رجع الى وطنه. لعبة الرجوع ما شيء اخترعته أنا، يعني هذا الشيء أساسا كليشيه وارد بكثير من الكتب، استعمل حتى بالأفلام، يعني تشوفي السينما مثلا استعملوها. لعبة الرجعة حلوة، ما أنه بتخليك بوقت من الأوقات تستعرض الماضي، عبر الذاكرة، عندك فلاش باكس لورا، صح، وترجعي انطلاقا من الحاضر تعطي صورة واقعية، ودونك صار في لعبة المقارنة. وما تنسي اللي قلت لك بالأول 60 سنة جاب كثير كبير، دونك سيرفال صعب لتجي تحكي دونك. هيدي كانت البدعه بتركيبه الذكرى. وبعدين انا من النوع اللي بحب الرجوع، يعني لعبه الرجعه فيها شيء من 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 لعبه وجدانيه اكيد. وعبر الوجداني بتقدر تفتح الباب على مصراعيه لتقدر تحكي بالدوكيومنتير. مشان هيك هالكتاب ايتي كاليفيه بشيء عبارة سينماتوغرافية، دوكيو فيكسيون، الفرنسوية ان فيت وقت اطلقوه حطوا له التسمية هيدي. وبتذكر احد الكريتيك الفرنسيين كتب شويري ما كتب بقلم، كتب بكاميرا. نعم مزبوط، مع انه فيها شيء فيزيوال. الكتاب كثير بنحس انه عم نحضر فيه، واللبناني بتصور اللي عايش الحرب وعم يحضر ماشي. يعني انا عشوائي حسيت انه عم بسمع، عم برجع اسمع الازايف، عم برجع احس زيت الرعب اللي كنا نعيشه على ايام الحرب. طب الى اي مدى هالروايه هي مقتبسه من سيرتك الذاتيه؟ يعني الى اي مدى نديم الشاب هو حضرتك؟ و يعني انت قد ايه موجود بهالروايه، وقد ايه خيالك كمان موجود؟ موجود كثير، ومثل ما قلت باخر هالكتاب النتيجه حتى الفيكتيف، حتى الاشياء الروائيه مقتبسه عن واقع. هلا منه كله مختصر بشخصي، يعني انا مني نديم الراوي، لا، في كثير اشخاص عاشوها. نديم لخص التجارب كثير، في كثير من التجارب الشخصيه اكيد. وفي ما في شيء فيكتيف، ما في شيء متروك هيك للاختراع، يعني منه روايه اكسترا تيرستر نازل بباراشوت على الدنيا، كله واقع اكيد، كله واقع اكيد. بعدين بتنتقل هالحديث الى الحرب اللي عشتها اكيد، وعيشها كثير من اللبنانيين، وبنحس بوصفك بمراره الحرب الوحشيه، وخاصه باراده الشعب اللبناني اللي كمان منهم والدك اكيد، اللي رجع يبني ومن بعد ما تهدم عده مرات تهدمت المؤسسه. يعني انت شو هي اهم شيء، ليه حبيت بهالوصف الدقيق ترجع القارئ لورا ولهالحرب اللي عشتها؟ يعني كان فيك اكثر تركز على الروايه، لا ركزت كثير على وصف الحرب. سببين، الاول اكيد هالمعاناه طلع منها رساله حب، رساله محبه. نعم. كل ما فرجيت حقيقه المعاناه واللي عشتيها، كل ما بتعطي تقدير اكبر للي حملوا هالصليب ومشيوا. يعني ما كانت مؤسسه كبسه زر مثل ما هي. الاجانب بيزوروا الكفاءات اليوم بيوقفوا قدام فينومين، يعني انه طب قدرتوا عملتوا هذا كله مع كل شيء عشتوا؟ هيدي كان السبب الاول. السبب الثاني، ما انه في رساله ثانيه بيتضمن الكتاب، وهي رساله سياسيه. رساله سياسيه بالمفهوم السياسي، الفكر السياسي، يعني اكثر بتقرب من فكر لوك وتوماس بين ومونتسكيو. مش عم نحكي عن الفكر السياسي اللبناني اللي كيف بدي اقسم البترون لشوف كيف بدي احط جامعتي بالمفهوم السياسي التريبال اللبناني. لا، في مساج سياسي له، وهو نوع من سنتيز بين هال
اللي اتبعوا السياسه الرومانسي وما زالوا الى لليوم. نعم. الروماتيزم السياسي. نعم. واصحاب هالفكر السياسي البراغماتيكي او الريال بوليتيك. سنتاز بين اثنين لنجي نقول انه بالنتيجه بيلتقوا بحركه بسيطه كثير، هو الاعتراف بالاخطاء، اخطاء الماضي. كل فرد وكل جماعه بمنطلق الاعتراف عن رح سميها المجازر اللي ارتكبت، بيصير في خطوه تجاه الاخر. الالمان اعترفوا، اوروبا اعترفت اليوم بالهولوكوست اللي صار اسمها الشوا اليوم. وانا بتصور ما يسمى ب لا كيستيون فلسطين او شو بسوي عربي؟ يعني القضيه الفلسطينيه. لكن شو حلو التسميه، ايام لا كيستيون فلسطين، ايام لو بروبليم فلسطيني. ما بحيث نحكي عن لو جينوسيد فلسطيني اللي صار سنه 48 وما زال الى لليوم. وزاد الشيء بالنسبه لكثار للبنانيين نفسهم، يعني الدم اللي بين اللبنانيين، مجرة اهدن وحده منهم مثلا اللي لليوم بعد ما في اعتراف على اساسها. مزبوط، في كثير امور ناقصه بالسياسه اللبنانيه. وتصور انا بتصور هاي الخطوه الاولى. نعم. لا حديث ما نوصل لشيء اسمه السلام الشامل بدنا نبلش منه. مزبوط. وهذا الكتاب يتضمن هيك رساله كمان، هني نجي نحمل كتاب مهمات هالقد كبيره بكون شيء معيب، وانا ما عندي هالبريتنسيون اطلاقا. يعني انا مش عم معقول جاي انا غير المعالم السياسيه بلبنان والبلديكي، انما هيدي نوع من كونتريبيوشن، يعني حجر مدماك واحد انا رئيفي شوي اللي حطيته، بس كثار غيري عم يعطوا. مش هيك سميت نديم ان ليبان جينيرو، مش لو ليبان جينيرو، لانه في ان ليبان جينيرو كان نديم شوي، بس في غيره كثار كمان. حضرتك ان ليبان جينيرو كمان بالعمل اللي عم تقومي فيه لتوصلي ثقافه جديده، ثقافه شبابيه الى البيت اللبناني اليوم. هيدا اللي نحن نتمنى انه كلنا نكون، يعني كل فرد من فرد من لبنان انه يكون اني بون جينيرو، لانه كلنا عندنا طاقات وما عم نعرف نستهلكها بالطريقه الصحيحه. كنت بحب اسالك اخي سؤال، انه اليوم الكافيهات شو يعني شو بتقدم كخدمات، لانه فتت على الويب سايت، يعني اشياء مؤسسه فظيعه جدا، اكبر مؤسسه اجتماعيه في الشرق الاوسط ما في شك، يعني تعنى بالشان العام اساسا، يعني 52 سنه من العمل، سنه 57 بلشت، فيها بحدود ال 5000 شخص توتال يعني يستفيدوا اليوم، من مدارس متخصصه لمدارس اكاديميه لمعاهد جامعيه لجامعه بحد نفسها، اليوم الكفاءات هي جامعه بحد ذاتها. نعم. يعني لمكاتب تعنى بتوظيف الاشخاص الخريجين، لتدريب الراشدين، لمساعده الشركات الصغيره العائليه غالبا، يعني الكوتج انتربرايز اسمها، للانطلاق 90% من اقتصاد لبنان راكز على اساس الاشخاص هاي، يعني اللي هو مش حتى سمول اند ميديوم انتربرايز، يعني الصغرى، الاصغر من الصغرى، يعني تسمى لا توت بتيت انتربريز او الكوتج انتربرايز اللي يعني الكفاءات اليوم عده مؤسسات تحت اكيد شمسيه مظله الكفاءات، يعني اللي ترعاها هي جمعيه بحد نفسها، انما فونداسيون كمان، مع انه الوقف الاساسي للكفاءات اللي عم بخلي نشاطها يستمر كان من ثروه المؤسسين اللي كان لها، واكيد تتعامل مع الدوله اللبنانيه عبر كل وزارات الدوله اللبنانيه وبالاخص وزاره الشؤون الاجتماعيه لسد الخدمات اكسترا. اصلا نحن بكل فخر استضفناك اليوم مستر رئيف شويري، وكمان بنقول لك مبروك على هالكتاب، وبنتامل انه نقرا كمان شيء جديد من حضرتك، وبون كوراج للمؤسسه تبعولك. تعليق نهائي، يعني بدي اقول لك انه كان صعب كثير اليوم الحديث لسببين، الاول الثقافه، معود انا احكي مع اشخاص رجال ختياري عوانيت هالقد سماك، مش صبايا صبايا شباب مثل حضرتك يعني، وجو باس لكاليفيكاتي، واكيد مش على ريحه فرانكفورتز والبطاطا المقليه بعد ما وصلنا لعنا حصتنا. خلص في وحده نعطيتك بالكويس. ابدا ولا ميرسي كثير مستر رئيف شويري. هلا بنبقى مع اهم عناوين الاخبار.